الفنون مش جنون مع عمر الفيومي على راديو كمك، محطة على المحطة. أهلا بكم في برنامجنا الفنون مش جنون، معاكم الفنان التشكيلي عمر الفيومي. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن فنان مصري أصيل جدا اسمه راغب عياد. راغب عياد اتولد سنة 1882 ومات في 1982، يعني تقريبا حوالي 100 سنة. دخل مدرسة الفنون الجميلة العليا سنة 1908، وكان زميل وصديق للفنان محمود مختار اللي اتكلمنا عليه قبل كده. في 1923 هو وزميله الفنان يوسف كامل قرروا ان هم يسافروا على نفقتهم الخاصة للدراسة في ايطاليا بالتبادل سنة وسنة. الحكومة قررت بعدها انها تسفرهم على نفقتها الخاصة. الراجل ده ما كانش بيفكر في نفسه بس، هو صاحب فكرة ان تبقى في اكاديمية للفنون في روما تابعة لمصر زي دول كتير من العالم، وكمان كان صاحب فكرة ان الفنانين ياخدوا تفرغ علشان يشتغلوا بالفن بس وما فيش حاجة تانية تعطلهم. وهو اللي ساهم مع سميكا باشا في انشاء واقامة المتحف القبطي اللي موجود في مصر القديمة، وكمان ساهم مع السيدة هدى هانم شعراوي في اقامة متحف محمود مختار. بعد ما رجع من ايطاليا اهتم في لوحاته انه يرسم المجتمع المصري ويعبر عنه بشكل واقعي، وكمان رسم اعمال كتير بتعبر عن القرية المصرية باسلوب بسيط وخاص وقريب قوي من الاعمال المصرية القديمة، بحيث ان اي حد يشوف شغله هيحس على طول انه عايش مع الناس دي وبيحس بيهم وبمشاكلهم. راغب عياد رسم لوحات جميلة للفلاحين وحيواناتهم في الغيط، لما تبص على اللوحات دي تحس انك واقف قدام الاعمال الجدرية المصرية القديمة بس بشكل حديث. راغب عياد رسم المقاهي الشعبية المصرية اللي بنشوف فيها الكراسي القش والجوزة والشيشة والقهوجي اللي بيحط المشاريب للزباين. كمان راغب عياد رسم الصحراء المصرية والأديرة اللي فيها الرهبان اللي عايشين هناك، وله مجموعة كبيرة من الأيقونات اللي موجودة في أماكن كتير من العالم. وطبعا رسم كمان الأفراح الشعبية والزينة، وزي ما قلت قبل كده هو وصديقه الفنان يوسف كامل عملوا حاجة جديدة ومستحدثة. واحد منهم سافر إيطاليا والتاني قعد في مصر لمدة سنة يشتغل ويبعت له الفلوس، وبعد كده بدلوا الأدوار دي. والحكاية دي خلت البرلمان المصري، وده كان أول برلمان سنة 1924، إنه يقدرهم ويخلي الحكومة تبعتهم على حسابها، واعتمدوا لكده 12,000 جنيه مصري سنويا علشان يصرفوا على بعثات الفنون الجميلة. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. كان معاكم عمر الفيومي فنان تشكيلي على راديو كيمت، محطة على المحطة. كنتم مع الفنون مش جنون مع عمر الفيومي على راديو كمل، محطة على المحطة. راديو كمل، محطة على المحطة.